قدرت تتعامل في الظروف دي برضو نعم. يا كابتن؟ ما هو ده ضغط، ازاي قدرت تتعامل في الظروف دي؟ متهيألي كان في انتقادات كمان كتير من الجماهير. مش انتقادات، هو يعني انت عارفه ان دايما جماهير النادي الاهلي عايزه النادي الاهلي بصورته اللي احسن هم حاجه عارفينها بالظبط، طبعا. واخده بال حضرتك؟ فدايما في كل فرق العالم لما بيبقى في مرحله بتاعت الاهلال والتبديل بتاعت اللعيبه والكلام ده كله بيحصل دروب خفيف مع الفرق. رغم ده كله برضو يعني عشان نعرف قد ايه قيمه النادي الاهلي، وان النادي الاهلي عظيم. انا فزت مع النادي الاهلي ببطوله افريقيا والدوري عام وكاس مصر، يعني معظم البطولات اللي كانت موجوده انا فزت بيها. واحنا بنقول ان احنا برضو عشان كده في اول كلامي لما قلت لحضرتك ان النادي الاهلي حتى لو الظروف بتاعته مش احسن حاجه بياخد احسن حاجه. بس انتوا يا كابتن قدرتوا تتعاملوا مع الصعوبات دي بشكل كويس قوي جدا. اه بالظبط بالظبط، يعني احنا اشتغلنا، وكان طبعا كان في لعيبه كبار، لعيبه كويسه طبعا، كان كابتن هادي خشبه، وكان وليد صلاح الدين، وكان احمد كشري، وكابتن عصام عرابي، وكابتن حسام وابراهيم، كان في مجموعه لعيبه طبعا كويس، واخد بال حضرتك؟ فقدرنا ان احنا نقدم افضل ما عندنا لحد ما تقريبا بعد سنتين ثلاثه كان النادي الاهلي بقى بدا مرحله التطوير بقى الجديده، اللي هو كان بيبدا يجيب بقى بركات وتريكا وكان عماد متعب وشيف اكرامي، الناس دي كلها طلعت بقى، واحنا وحسام غالي وحسام عاشور، يعني كان في بقى الاولاد صغيرين، وكان في محمد فاروق، كان في محمد جوده، كان لسه برضو من ناشئين النادي الاهلي وكانوا لسه طالعين، احمد بلال، كل ده كان عناصر من اولاد النادي الاهلي كانوا طالعين مع اللعيبه اللي النادي الاهلي استقطبها من بره. فاتعمل بقى الهيكل اللي هو يعني عايزين نقول من احسن الاجيال اللي يمكن اللي جت في تاريخ النادي الاهلي، دي حقيقة. مع جيل مستر ذهبي مانويل بالظبط، اللي هم بقى خدوا كل حاجه في الدنيا يعني.